قتلت امرأة منذ عدة أشهر وقالت أنا عندي مسألة أو مشكلة، شوف شنو تريد تسميها وأنا أقولها لك حتى أنبئك عما يحصل في المجتمع. تقول أنا امرأة قاربت على 40 من العمر، 38 سنة، 37 سنة، لم يأتني نصيب، انشغلت بتربية أخواتي، الأخوات الصغيرات راحوا إلى الدراسة في الخارج، تخرجنا تزوجنا، أنا كنت بمثابة المعينة لهن والأم، وتأخر بي الأمر إلى مثل هذا العمر. بعد ذلك أنا أيضا أشتاق إلى الولد، أشتاق إلى حياة زوجية، فتقدم أحد أهل البلد للزواج على أساس أني زوجة ثانية، وأنا أعلم ماذا تعاني الزوجة الثانية حينما تأتي، لأنها يتصورون هذه خاطفة الأزواج، وتعال شوف مشاكل لو تروح ترتكب الفاحشة أحيانا أسهل من أن تقوم بهذا العمل. فتقول بالتالي قلت أنا أيضا أخذ نصيبي في هذه الحياة. الأم بالتالي، المرأة تحب أن تكون أما، الله يرزق الأمهات اللاتي لم ينجبن إلى الآن ببركات صاحب هذه الليلة. فتقول تقدم هذا الرجل، سألنا عنه، قالوا متدين، محافظ على الصلاة، إنسان تمام. قلنا الحمد لله، هذا رزق الله ساقه، تقدم، صارت الإجراءات، إجينا إلى مرحلة العقد. في العقد قال لي أنا ما عندي الآن سيولة نقدية ما عندي، بس أنا في رجاء أن أحصل من الشغل اللي أشتغل فيه مبلغ من المال جيد، فالآن سجلي أنت بالاستلام أنه أنا استلمت المهر. طيب إخواني عارضوا القضية، فقلت لهم لا، أنا بالتالي هذا نصيبي، حتى لو ما أعطاني بعدين وربحت زوج وحياة زوجية أنا حاضرة. فقالوا لي هذا أمرش وشأنك. انتهى هذا الموضوع، تقول عقدنا، بعدها بفترة كان مقرر أن نتزوج في تاريخ، قال لي خلي نقدمه عدة أشهر. قلت له جيد ما في مشكلة، بس قال لي ما يحتاج إلى حفلة. حفلة لشنو؟ لأن أنت زوجة ثانية. فقلت له زين، أنا أنت بالنسبة إليك زوجة ثانية، أنا بالنسبة إلي يعني هذه الفرحة التي تنتظرها كل امرأة، ليش أحرم منها؟ فضغط علي إلى أن ألغيت هذا الجانب أيضا. لما تزوجنا بعد ذلك، تقول شفت الرجل جدا عنده تدقيق في المسائل بين قوسين الدينية، يعني أول شيء محاضرة مفصلة حول لازم تغيري تقليدش، تقلدي منه؟ قلت له فلان. قال أنا أقلد فلان، لازم تغيري تقليدش إلى مرجعي، لأن مرجعش ما يصح تقليده، ولازم تقلدي مرجعي اللي صح تقليده، وإلا تروحي إلى النار، لأنه وضوءش يصير مو صحيح، صلاتش مو صحيحة، تروحي إلى النار. سالفة أن يأخذ مهرها وما يعطيها، وعندنا روايات تقول من تزوج امرأة وفي نيته أن لا يعطي المرأة مهرها فهو عند الله زان، إذا عنده نية ما يدفع المهر عند الله هذا الزنا، هذا ما في مشكلة ما يودي النار، بس إذا تقلد غير مرجع تقليده لا، تروح على طول إلى النار. طيب يقول لي، تقول يا ويلي ويا سواد ليلي، إذا النقاب انفتح شوية
لازم يقول الضيق النقاب بس العين تظهر، مليمتر مليمترين ما مسموح أن يطلع من تحت الجفن. قلت له زين أنا المرجع مالي أصلا يجوز حتى كشف الوجه؟ قال لا، هذا دين وهذا حرام وما يجوز وإلى آخره. قلت أنا من أجل بعد أن تستمر الحياة خليني أسوي اللي يريد. طيب بعدها بمدة قال لي أنه أنا نفس المشكلة الآن، ما عندي سيولة فما أقدر أفتح شقة، وأنت الحمد لله مدرسة الآن، وهي مدرسة، فاستأجري شقة إلى أن الله يفتحها علينا. قلت له أنا توني توظفت. قال أنا سمعت الوالد الله يرحمه لما توفي خلف ميراث زين، فاخذي من ذاك. استأجرت الشقة بنفس العلة أيضا، ما عندي أنا سيولة أثث الشقة، الثلاجة والغسالة والتلفزيون والأثاث وإلى آخره، وأنا كل هذا مخفيتنه عن أهلي وعن إخواني، بس أقول لعسى ولعل أن يكون صادق ويخرج من الأزمة اللي عند المالية وبعدين يرتب الأمور. بعدها بمدة تقول حتى ربطة الخبز بريال واحد ما كان يأتي للبيت، ربطة خبز بريال واحد أنا لازم أشتري. وبعدها بمدة طلب مني أن أقترض إليه قرض، لأن أنت موظفة حكومية فتقدري تقترضي من البنك وتسجليه عليش، وأنا إن شاء الله بالتدريج أسجله. هنا أنا بعد قلت لا، بس إلى هالمقدار ماكو، إلى هذا المقدار أنا ما، أنا صرفت إلى الآن أكثر من 120,000 ريال خلال 8 أشهر، بدل ما أحصل مهر أنا دفعت المهر، بدل ما أحصل شقة أنا دفعت الشقة، أثاث أنا دفعت الأثاث، حتى ربطة الخبز أنا أجيبها من فلوسي إلى البيت. طيب وانت لا تأتي بشيء الآن، هذا تريد تأخذ؟ قال إذن أطلقش. قلت له أهلا وسهلا، حياة بهالشكل ما تسوى. فقال له تتصورين أنا أطلقش بهالشكل؟ لازم تدفعي فلوس وإلا أخليش معلقة، لا أنت زوجة تأخذين حقوق الزوجة، ولا أنت مطلقة تسيري في حال سبيلش، أنت معلقة. تقول أنا صار لي الآن عدة أشهر بهذا الترتيب وبهذه الوضعية. من جهة تقول أنا كنت ساذجة، ولكن أنا قلت هذا إنسان يقول عنه متدين، يخاف الله، يصلي، يروح الماتم، لا وعنده حماس شديد أنه لازم تغيري تقليدش، لأن التقليد مهم، اللي ما يقلد عدل يروح نار جهنم، بس اللي ياخذ ظلما 120,000 ريال هذا ما يروح نار جهنم أبدا، هذا يروح إلى الجنة. طيب هذا اللي يخدع الناس ما يروح نار جهنم، من اللي يروح نار جهنم؟ إذا ما سوى المستحبات زين، إذا طلعت المرأة مليمترين من عينها هذه تروح نار جهنم، أما هو يكذب يأخذ أموالها يلعب عليها، عند الله هو زان لأنه لا يريد أن يدفع المهر، هذا حلو بارد عليه ولا يذهب إلى نار جهنم. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه إحنا نجي نفكك بين الموضوع العبادي وبين سائر الأحكام الأخرى.